السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. ما زلنا مع تسميد الطماطم. طيب، ثم ماذا بعد الإضافات الأرضية للأسمدة سواء العضوية أو المعدنية؟ احنا حطينا الأسمدة بتاعتنا تمام التمام، مفيش أي مشكلة، فردناها قلنا خططنا الأرض الأول وبعد كده أضفنا الأسمدة المعدنية والعضوية بتاعتنا، ثم ماذا بعد الإضافات الأرضية للأسمدة سواء للأسمدة سواء العضوية أو المعدنية؟ رقم واحد، خلط الأسمدة العضوية بالمعدنية كويس، تمام؟ هنخلطهم الاثنين بالفاس بالشوكة بالمسحة بأي حاجة سماها زي ما تسميها، نخلطهم مع بعض كويس. بعد كده إقامة الخطوط بارتفاع مناسب، بحيث احنا عايزين نقيم الخطوط، تمام؟ نقيم الخط، الخط بتاعنا اهو، تمام؟ الخط بتاعنا اهو، تمام؟ الخط بتاعنا اهو، تمام؟ طيب، انت حضرتك في الخط ده هو حاطط أسمدة عضوية مثلا طبقة في 10 سنتي، تمام؟ تمام، المفروض العشرة سنتي دي أسمدة عضوية أنت خلطتها مع المعدنية، تمام؟ أو 5 سنتي أو أي ما يكون، تمام؟ المفروض في مسافة هنا 15 سنتي، هنا يعني خلي حد الأسمدة العضوية أهو، وآخر حاجة في الخط المفروض 15 سنتي. 15 سنتي ليه؟ الشتلة عندك أهي الجذور نازلة، لو نزلت على طول في الـ على الـ الشتلات ده هي على المادة العضوية ده هي الأسمدة الكيميائية قد تسبب لها احتراق لو مش متخمرة كويس، تمام؟ فالمفروض بكون 10 ل 15 سنتي نهوت، بحيث ان الجدر بتاعي يبدأ يستقوى وينتشر الشعيرات الجذرية بتاعته قبل ما يدخل في الحاجات اللي التركيز بتاع الأسمدة ده هي عالية فيها وبالتالي قد يضر. طيب، انا لو ما خمرتش الحته دي كويس، بعد كده نفرد الخراطيم بتاعتنا اهوت، بقول لك بعد ما اقمت الخطوط، يعني اقمت الخطوط بارتفاع مناسب، بعد كده تفرد الخراطيم الري بتاعتك، وبعد كده التخمير الجيد. يعني ايه تخمير جيد؟ يعني تنزل ميه يا جماعه، يعني احنا بنحط خميره، اعتبر الاسمده دي خميره، تمام؟ بنخمرها لغه دارجه في مصر، ماشي؟ بنحط عليها ميه دهيا، بننزل ميه 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 عشان تبدا دي تتحلل الماده العضويه دهيت مع السماد المعدني دهون، كله بيتحلل، فلما بتنزل عليه الميه بيبدا يحصل تحلل ليه، وبالتالي بينفرد منه غازات يا جماعه. الغازات دي لو طلعت والنبات ده مزروع الشعيرات الجذريه دي لسه صغيره وجاي من المشتل هتعمل لي مشكله. طب امال نعمل ايه؟ نقعد نخمر فيها 3 أو 4 أو 5 أيام كده، بحيث ان هي نتخلص من الغازات اللي ممكن تنتج عن التفاعل الكيميائي اللي هيخرج منها نتيجه تحللها مع بعضها، تمام؟ وبالتالي لما بنزرع بتكون المسافه دهيت مع ابتدت بقى المواد اللي عندي ديت ابتدت تهدى من الميه. خد بالك انت لو نزلت 5 ايام مثلا، هتعملها 5 ايام في اليوم مثلا، ممكن تعمل كل يوم ساعه ري، 3 ساعات ري، ماشي؟ 3 ساعات ري، ساعه ساعه ساعه. ليه؟ كل ما تحط ساعة تبدأ دي تتفاعل وينفرد منها غاز، تنزل عليها مية تاني، وهكذا لحد 5 أيام في 3 ساعات ب15 ساعة ري. قد تزيد وقد تقل على حسب ما انت شايف الدنيا قدامك شكلها ايه. لو السبلة عندك مديت ايدك فيها ومش سخنة ومش هت مش هت مش هتضر النبات ده هو، تزرع على طول، مفيش اي مشكلة خالص، مفيش اي مشكلة، عشان بس واحد ما يقولش احنا يعني بن تمام. بعد كده يا جماعة بنبدأ عملية الزراعة. الزراعة عندنا المفروض بنزرع، الزراعة عندنا بنعمل الشكل بالماسورة أو بخشبة، بنحفر الحفرة بتاعتنا، تمام؟ بتكون على المؤد على قد المربع أو المكعب بتاع الشتلة اللي هو بيبقى جاي لك بالمنظر ده كده، تمام؟ بتكون الحفرة يعني قده كده بس. المفروض بنردم حوالي برضو لو العود الشتلة كده، تمام؟ انا بردم الحتة ده هي برضو بتاع سنتي ولا حاجة، بنردمها بحيث نتأكد ان احنا ثبتنا الشتلة كويسة، تمام؟ نشوف غيره. طيب، احنا بقى عمليات ما بعد الزراعة. احنا زرعنا الارض بتاعتنا وتمام التمام، ما عادش عندنا اي مشكل، تمام؟ ايه العمليات اللي بعد الزراعة بقى؟ نمرة واحد، بعد ثبات عملية الشتل بنجفف الارض لمدة يوم، بنجففها ما نروهاش خالص، بنروي الارض ولو تستحمل يومين نضيف، نقعد يومين مفيش اي مشكلة. رقم 2،
حقن مادة فطرية. ليه؟ عشان الجذور بتاعتنا ربما تكون مصابة. وحقن مادة فطرية لو الأرض جديدة ما تحقنش، ما عنديش مشكلة، حط لي 2 كيلو بس، حط لي 2 كيلو بس كبريت مكروني، تمام؟ طب لو فيها أعفان لازم تحقن الشتلات قبل ما تنزل وبعد ما تنزل الأرض، يعني تحقنها وهي في الصواني وبعد ما تنزل في الأرض. ولو كمان حقنت وهي في الصواني بمادة فطرية معينة، المفروض الأرض بتحقنها بمادة عضوية تانية خالص، تمام؟ قد تكون المادة دي توبسين يونيفورم منقطة شجرين أو مكسيم أو كبريت مكروني. كبريت مكروني ده بخمسة شلن، يعني رخيص خالص، تمام؟ فلو مفيش والدنيا يعني معاك مش مساعدة، كافي كبريت مكروني. بس عشان ما نكذبش على بعض، لو أنت متأكد أن الأرض أساسا فيها الأرض أساسا لو هي فيها أعفان، يبقى لازم تحقن يا توبسين يا يونيفورم يا منقط يا تشجرين يا مكسيم، تمام؟ ده اللي عايزين نقوله يعني. طيب يا زول، لو الشتلات عندك صفرة متخشبة وشكلها يغم، تعمل ايه يا زول؟ الشتلة عندك جاية من المشتل تعبانة، او قعدت فترة وانت ما جهزتش الارض بتاعتك، تعمل ايه؟ هتمسك تحط لي على الالف نبات ده، هما اللي انا بتكلم عليهم، هتحط لي 300 جرام هيومك بس محترم، انا برجح الالماني بصراحة، تمام؟ مع 100 سنتي كلباك او سيتوكينين، اي سيتوكينين، بلاش الكلباك عشان مش هقول انا الايه، عشان ما بندعيش لحد، اي سيتوكينين من مكان محترم، ماشي مركب 100 سنتي بس، وتحقنهم للبيت بتاعك، ماشي؟ زائد كيلو واحد، كيلو 20 20 20، تمام؟ لو انت حطيت القصة دهيت مع بعضها بعد 3 ايام لو ما ظهرتش نتيجة، الرجب الشبراء وما يستحقش يكون مهندس، اوكي؟ ده اللي بقوله لك، يعني هتلاقي النتيجة فورية ابتدت تشتغل معك لو الشتلات عندك فيها مشكلة. بس خد بالك، لو حطيت القصة دي ده لعب بالنار، هتبص تلاقي النبات ابتدى السخ بتاعه، الشتلات بتجري منك، فلازم تفرمل وتعطش، وزي ما قلنا قبل كده مليون مرة، تعطش النبات بتاعك كويس وتفرمله، تخليه يقف بانك ترش حاجة فيها فوسفور، سمة فوسفور عالي، وتهدى شوية. دي حالة بتبقى شاذة على فكرة، انا بذكرها والله، دي ادق التفاصيل اللي ممكن يعني انت ما توعلهاش الا او تتعلمها من الممارسة اللي بعد 10 سنين، تمام؟ انا بديها لك والله على طبق من ذهب، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. فاي واحد ما يدلش على الخير في اللي انا بقوله ده، هو بلغ عني اي شيء، انا بقول لك اهوت، حسبي الله ونعم الوكيل. لو تعرف عني شيء انا قلته وحد سألك فيه واخفيته عنه، او اخفيت عنه القناة، او اخفيت عنه اي حاجة، عايزين شأن الامة يعلى، بالله عليكم احنا ضايعين من الاخر خالص.